دول لما يجوا هم عايزين يتفلسفوا يقول لك انا ايه، انا لابس الشراب على ايه وضوء، ويفضل 24 ساعه يمسح الشراب، ويبقى الشراب ريحته مرممه، وداخل الجامع قلب لنا راسنا والريحه محدش قادر، زكمت الانوف. طب يا عم يا ابو النظافه اشمعنى بطلت النظافه هنا؟ طيب يا عم وتلاقي حديث ايه؟ تعرفين ان موضوع المسح على الخفين ده هو كان اسمه الخفين، كان جن. تلاقي السيده عائشه وابو هريره راس بيقولوا ما فيش مسح على الخفين، ده كان زمان. ومره السيده عائشه واحد بيسالها بيقول لها ايه رايك في المسح على الخفين؟ قالت لهم روحوا اسالوا علي، هو اللي كان يصحب رسول الله في السفر. يعني هي تقول في الحضر ما فيش مسح على الخفين، وفي السفر اسالوا علي عمك علي قال يا اخي ما فيش. خلص. طيب يا جماعه يبقى ما فيش مسح على الخفين، ده في السفر بيخلوك 3 ايام. طب افرض انت بقى هتتوضى والان، افترض يعني ان انت ما انت بتقعد لك فتره، لو علمناك الوضوء المظبوط هتقعد لك فتره طويله ما انتش قادر تمسح. بس اقول الوضوء اللي انت سمعته مني دلوقتي ده اعمله، وبعد ما تعمله ان شاء الله تاخد ايه، دش او شاور او تستحمى او تغسل رجليك، يبقى خارج عن الوضوء. الفرض اللي ربنا قاله لك اتمضمض واستنشق دي سنن، وبعدين تغسل وشك مره وانزلت 2 سنه من موضوع 3 دول، وايدك اليمين من فوق اهي وايدك الشمال مره 2 تلت ايدك، وقف ما فيش ميه لو انت حنفيه، لو في عندك مش حنفيه وعندك حله صغيره حطها جنبك، ايدك المبلوله ما تاخدش ميه جديد، وامسح راسك وبعدين امسح بوش ايدك رجلك اليمين وبوش بايدك الشمال وش رجلك ايه الشمال.